السلام عليكم وتحية لكم دائما من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من مشروع كازا أونفا عواشر مبروكة، ذكرى مولد النبوي. بالصحة والسلامة، تفرجنا عليكم بالصحة والسلامة ولجميع الأمة الإسلامية يا ربي أمين. وتحية لكم عبر قناتنا نيوز أند ترافل، قناة اللي كتجمعنا على كل ما هو جديد من ناحية البنية التحتية ومن ناحية المشاريع اللي كاينه في المغرب ولا في مدينة الدار البيضاء خصوصا. هنا كنعاود نديرو جولة سريعة على مشروع كازا أونفا، نشوفوا الجديد في هذه المنطقة. دائما في منطقة المال والأعمال اللي كنشوفوا باللي بدات كتعرف وتيرة بناء متقدمة. هنا كنشوفوا الابراج اللي كاينه هنا اللي معروفه، اللي من كاين سي اف سي ا، الوسط كاين بور تجاري وفا بنك اللي مازال في طور الانجاز، وعلى اليسار ديالو كاين برج ديال البنك الشعبي اللي كان موجود من شحال هادي، وكاين اليمين ديال سي اف سي ا كنشوفوا برجين متشابهين اللي هما البيزنس تاورز. من البنايات اللي كاينه كاينه الجاردان دونفال اللي كيطلع على البارك، اللي هما بنايات سكنية وبنايات حتى إدارية في المنطقة. كما كنشوفوا هنايا، حنا دابا كنتواجدوا في شارع البريد الجوي اللي هو في الاخر ديال البارك. كنشوفوا هنا لقطات من الجهة الخلفية للبنايات، كما قلنا البنايات الدائرية الصغيرة هي راسيمار، هاد البناية الكبرى اللي كنشوف فيها بيضا هي بنك الشعبي، وعلى اليمين كنشوفو بناية ديال التجاري وفا بنك اللي وصلوا تقريبا للطابق 21 في النواة ديال البناية، وعلى برا تقريبا طوابق قربوا للطابق 20. كما شفنا هنايا، هذه الواجهة الأساسية، الواجهة اللي غتكون مضيئة بواحد الألوان جميلة كنا شفناهم في فيديوهات سبقوا قبل. وكاينين بنايات اخرى اللي مازالت هي متواصله في البناء، منها الواليلي ومنها بنايات اداريه اخرى بحال البنايه البيضاء اللي كنشوف فيها، اللي هي عباره عن مكاتب. بعجاله غندخلوا لشارع المال والاعمال، غنشوفوا فين وصلت الواجهه الاخرى ديال تجاري وفا بنك. عندنا من البنايات اللي كاينين هو الكابيتال تاور اللي غادي ندورو دابا ويولي اونفاس معنا، هي البنايه اللي اونفاس معنا كما كنشوفو. وكاينه كما قلنا هنايا تجاري وفا بنك اللي حنا كنشوفو فيها دابا، واللي هي كما قلنا بنايه زجاجيه اللي غادي تكون عندها واحد الشكل جميل في المنطقه، اللي غادي يعطي واحد الجماليه في المنطقه. من البنايات اللي كنا قلنا هما البيزنس تاورز، هما هادو اللي كنشوفو اللي مازال كيغلفو ليهم، هما بنايتين متشابهتين فيهم تقريبا 22 طبقة، ومازال كيغلفو الواجهة ديالهم، مازال خدامين في الواجهة كيغلفوها. وراهم كاين الكونتيننتال اللي تقريبا الواجهة الأساسية قربو يكملوها. هنا قبل منها كاين الشاله العقاريه اللي غيكونوا فيها مكاتب، هنا كما كنشوفوا واجهه ديال البيزنس تاورز. وانفاس معنا كاين الكابيتال تاورز اللي الفوق ديالو غادي يكون واحد المطعم بانورامي. الكابيتال تاورز هناك كاين بنايه ديال السي اف جي، الاداره ديال السي اف جي اللي مازال كيبنيو فيها، جاتنا في الصف اللي فيه البنايه ديال السي اف سي ا.
حنا دابا رجعنا الشارع ديال اللي كيقطع ما بين يعقوب منصور وما بين شارع ام ربيع اللي هو شارع مولاي عبد الله الشريف. هنا كنشوفوا جهه خلفيه ديال السي اف جي. فوالا هنا غادي نشوفوا لقطات من مشروع اريا بارك اللي غادي يكون فيه مول وفيه بنايات سكنية. هو هذا هو المول التجاري اللي غيكون هنا. هذا احد الابواب ديالو. هذا المدرج التاريخي ديال المنطار انفا اللي كان هنايا اللي خلاوه كتحفه وكذكرى. البنايه الخلفيه ديال الواجهه الخلفيه ديال اريا بارك. كانت هذه جوله خفيفه من مشروع كازا انفا. تحيه لكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى بركاته. مرحبا بكم معنا في القناة ودائما تواصلوا مع جديد ديال هذا المشروع ان شاء الله. نتمنوا دائما الخير والبركة والتيسير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.